عندك حلم او هدف عايز تحققه؟ طب خليني اسالك سؤال واحد كده، هو ايه اللي موقفك؟ انت معلش، انت ليه واقفه مكانك؟ انت مستنيه ايه؟ كان عندك حلم من 10 سنين تحققيه، كان عندك حلم من سنتين من ساعه ما جيت البلد دي وانت عايز تحققه. كل الناس دايما بتدور على النجاح، بتدور على النجاح في الشغل، نجاح في المستقبل، نجاح مع حبيب، مع زوج، نجاح مع العيله. بس هو ببساطه كده، هو ايه تعريف النجاح بالنسبه لك؟ تعرفوا ان في اكتر من 600 تعريف للنجاح، كل تعريف منهم بيعتمد على انك شايف نفسك ازاي، شايف النجاح بالنسبه لك ازاي. على فكره انا مش جاي اقول كلام وخلاص، ومش جاي اتمنظر واقول كلمتين، ولا جاي ادغدغ مشاعرك واقول لك اي كلام. انا جاي النهارده اقول لك انك تقدر تغير حياتك، تقدر تكسب فلوس اكتر، تقدر توصل لمنصب اعلى، تقدر تزود ثقتك في نفسك، بس لو انت صدقت ده. على فكره الشخص اللي بيفكر انه يقدر والشخص اللي بيفكر انه ما يقدرش، الاثنين صح، والاثنين هيعملوا اللي بيفكروا فيه. عارف ليه؟ لان كل الحكايه ان واحد عنده هدف والتاني عنده ايه؟ عنده اعذار، عنده دايما نظريه المؤامره. مش عايزين ننجح، اصل هم مش عايزين نكبر. اسوأ عدو للنجاح هو مرض خبيث اسمه بس، اصل الاعذار سيد الفاضل. 99% من اسباب الفشل بتيجي من الناس اللي كل عاداتهم ان هم يقولوا لك اعذار. اصل بس اهم الاعذار اللي الناس بتعلق فشلها عليها هي الوقت، الصحه، العمر، والذكاء. بنركن الاحلام واهداف كبيره جدا بحجه ان انا ما عنديش وقت، او والله اصلا انا مشغول جدا جدا، ما عنديش وقت، ما عنديش وقت اروح الجيم، ما عنديش وقت اقرا كتاب، ما عنديش وقت اتعلم، ما عنديش وقت احفظ كلمات، ما عنديش وقت اعمل دايت. الناس كلها عندهم نفس الوقت، عندهم 24 ساعه في اليوم، لا اقل ولا اكتر. الفرق هو انت ازاي بتقضي وقتك. والسؤال الاهم هو انت ايه اولوياتك. مفيش حاجه اسمها مفيش وقت او نسيت او حتى مشغول. في حاجه اسمها انا عندي اوبجكتيف، انا عندي هدف او انا عندي حل. لو انت نسيت الحاجه دي، دايما بقول للناس لو انت نسيتها او ما عملتهاش، يبقى هي ما كانتش ضمن اولوياتك. نجاحك انت اللي مأجله. تاني حاجه الصحه. العذر التاني هو اصلا انا عندي ظروف. لو شفنا على مدار التاريخ، عمر ما كانت الصحة أو الإعاقة سبب في إنك تتأخر، لكن سبحان الله بالعكس، كانت الإعاقة دايما كانت دافع لناس كتير جدا كونوا علامة مميزة في التاريخ. زي مين مثلا؟ زي الرئيس روزفلت، كان راجل على كرسي، كان مشلول. خليني أقولك إنك كل ما هتشتكي وتتكلم عن مشاكلك للناس، كل ما ده هيأثر عليك سلبا وهيشحنك بطاقة سلبية أكتر. على العكس، خليك دايما شاكر، خليك دايما احسن من ناس كتير، بطل تشتكي، بطل تدي لنفسك اصلا اعذار، واجه نفسك، قول لنفسك لا. هتيجي تقول لنفسك اصلا انا كبرت، وهو ده العذر الثالث. يا اما انك شايف نفسك ان الوقت عدى ومش هتلحق تعمل حاجه، او انك شايف ان لسه بدري وانك لسه يا عيني صغير. وفي الحالتين زي ما قلت، انت بس بتقول عذر. لان في امثله كتيره جدا حواليك لناس في سن ال 65 وعملوا مشاريع ناجحه جدا، زي كنتاكي مثلا. وفي ناس في سن ال 21 سنه وبقوا من اغنياء العالم، الناس اللي اخترعت جوجل والناس اللي اخترعت الواتساب والفيسبوك. فكره فيك انت، على فكره فكره فيكي انت. هو انت بتستثمري في وقتك، في مستقبلك، في الحاجه اللي انت بتحبيها ولا لا؟ اصلا انا ما بقدرش افهم الحاجات دي، اصلا انا مش ذكيه زي الناس دي، الناس دي اذكيه كتير، انا على قدي. وده هو العذر الرابع. الناس دايما بتديك اعذار لانها شايفه انها اقل من ناس تانية، اقل من ناس كتير، مش مقدره اللي عندها. يا سيدي الفاضل، غير الطريق، غير الطريق اللي بتفكر بيها شويه، مش هتخسر حاجه صدقني. انت عندك نفس العقل اللي عند غيرك، عندك الذكاء، بس هو انت ازاي بتستخدمه. كلنا عارفين قصه مؤسس علي بابا، وازاي ان هو كان فاشل في الدراسة، وازاي كان فاشل في اول حياته، وازاي كان فاشل ان هو يشتغل حتى فراش. بس هو كان عنده كلمة حلوة جدا، يقولك ان الناس تعتقد اني مجنون دي حاجة كويسة، بس ما تعتقدش ان انا غبي. انت تقدر تغير حياتك لانك تقدر. عمرو بابا.